مقلب مثلا زي بتاع النجم رامز جلال. ايه ده ايه ده، اما موت واحد هتكسب ايه؟ مقلب لرامز وكذا كذا كذا كذا، قسما بالله العلي العظيم متقلي. عايز حاجه تاني؟ انا ما بكدبش ومش عايز اطلع في البرامج دي. من كل شعب الاردن انا نفسي ازور الاردن، اي شغل بيجيني ربنا بيبعتهولي انا ما برفضوش. انا نفسي امثل، نفسي ادخل في الحته دي، واخد بال حضرتك، ولكن ما بيتعرضش عليا. جت من سيد علي المؤلف بتاعها، انا كلمته وانا في السعوديه عند الرسول كده بعمل عمره، وقلت له اخويا سيد ما ينفعش شهر رمضان يجي علينا من غير ما نقدم حاجه لجمهورنا اللي متابعنا اللي بيسمعنا اللي حبيبنا، فلان انا كل رمضان بنزل دعاء، فالحمد لله بقالي كام سنه بنزل في كل رمضان دعاء كده حلو يعني الحمد لله. عموما دايما كده بتلاقي ايه، القديمه احلى. احنا صراحه خلينا صراحه مش هنجيب حاجه النهارده، واخد بالك، مقارنه للقديم، ولكن بنحاول ان احنا نعمل حاجه تليق بجمهورنا واللي متابعين لينا بس. فهي اغنيه يعني حلوه بالنسبه للاغنيه القديمه، فبالنسبه للنهارده دي الحمد لله ربنا وفقنا فيها، وهتنول اعجابكم، انا واثق ان هتنول اعجاب كل المستمعين وكل المشاهدين ان شاء الله. سامحني يا رحمن انا لتاب ولجأت لك، انا اللي فات ندمان وجاي طالب رحمتك. في حاجات روحانية بتيجي كده من عند الله فبتبقى متيسرة يعني، برضو الدعاء دوت ما خدش وقت مننا في التيك الغنى. لا انا عموما في رمضان ده اعتكاف، الا لو عندي شغل بنزل اعتكاف بقى الحمد لله رب العالمين. انا اصلا كده كده الحمد لله مصلي وبتقي ربنا، وفي رمضان بقى بقفل عليا بابي، جالي شغل بنزل اخلص شغلي وارجع تاني في الاعتكاف بتاعي. والله لو اتعرض عليا انا ما برفضش، اي شغل بيجيني ربنا بيبعتهولي انا ما برفضوش ايا كان هو ايه، بس يكون يليق بابو الليف ده اولا، ثانيا جمهور ابو الليف اللي المتابع لابو الليف. ما بيتعرضش عليا حاجه، بيني وبينك كده وبيني وبينكم، انا ما بيتعرضش عليا حاجه عشان اقول او لا. يعني انا نفسي امثل، نفسي ادخل في الحته دي، واخد بال حضرتك، ولكن ما بيتعرضش عليا. ما اعرفش بقى المنتجين ولا المخرجين مش شايفيني في الحته دي، يعلم الله، ولكن ما بيتعرضش عليا افلام او مسلسلات او الخ. السوشيال ميديا صنعت نجوم، ده حقيقي. وللاسف مع احترامي لكل اللي طلعوا على من السوشيال ميديا، في من يصلح وفي من لا يصلح، في الصالح وفي الطالح. بس فالطالح خليته كمان نجم للأسف. أولا أنا مش ضد المهرجان، المهرجانات أنا مش ضدها، وقلت الكلام ده أكتر من مليار مرة، ولكن أنا ضد الكلمة المسيئة والمسفة. أنا ما أقبلش إن أمي أو أختي أو بنتي أو مراتي، واخد بال حضرتك، تسمع كلمة تجرح مشاعرها، تجرح أحاسيسها، تجرح ودنها. يعني الحمد لله أنا مش قاعد وبنزل على اليوتيوب أغاني كتير، منزل أغاني كتير جدا، عارفك أنا الأصلي، اللهم صل على سيدنا محمد، الحفلة الليلة، لازم أضحك، منزلها على التيك توك لازم أضحك، ومنزل أغنية برضو دويتو أنا والمطربة هبة مختار اسمها الراجل الحنان رزق. فالحمد لله أنا مش قاعد ومش شغال، لا ده أنا شغال وبنزل، وجمهوري لازم يتابعني ويسمع الأغاني ديت ويقول لي رأيه. والله أنا كان زمان كنت بحب بوجي وتمتم ده زمان، بوجي وتمتم وفوزير نيلي طبعا وشريهان، الحاجات الجميلة دي. فين النهاردة الكلام ده؟ مفيش، كله كويس كله كويس صراحة.
خلينا صراحة، لا في حد بيعمل فوازير مقلب مثلا زي بتاع النجم رامز جلال؟ ايه ده ايه ده، اما موت واحد هتكسب ايه؟ انت لما تجيب لواحد القلب، بلاش مات، انت جبت له القلب ليه؟ عشان تضحك الناس، عشان تكسب انت الملايين، الاربعين مليون ولا بيقولوا خمسين مليون ولا ما اعرفش كام ليه؟ وإهانة، إهانة لأي حد يطلع معاه، مع احترامي ليه، إهانة بجد، إهانة إهانة. كان متقال لي مقلب لرامز وكذا كذا كذا كذا، قسما بالله العلي العظيم متقال لي. عايز حاجة تاني؟ أنا ما بكدبش ومش عايز أطلع في البرامج دي، واخد بالك؟ بس أقسم بحق لا إله إلا الله، متقال لي المقلب واحد اتنين تلاتة. الله ابو ليف يا وحش، تقلقش انا كنت شغال. ده تقلقش، قلت لك ايه يا بيب؟ انا قلت لك انا يوم النهارده مش مرتاح له يا استاذ ابو ليف. ايه استاذ ابو ليف؟ ايه يا باشا؟ البرطوم اتقلم. انا عندي فوبيا من الضلمه. طيب انا عندي فوبيا من الضلمه. في تعبان، تعبان، مفيش تعبان يا بيب. لا لا في تعبان. لا أتمنى من كل شعب الأردن، أنا نفسي أزور الأردن، نفسي أزور الأردن. سيبكوا بقى من، مش بقول شغل ولا مش شغل، أنا نفسي أزور الأردن بس، يعني نفسي أقف على أرض الأردن بجد. يشرفني إن أنا أكون ضيف في الأردن على أي قناة، أي حد، أي حاجة، المهم أروح الأردن، لأن أنا دي ما روحتهاش لغاية دلوقتي. وأنا بحبكم جدا يا شعب الأردن، وعايز أقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وشهر رمضان كريم عليكم يا رب بحاجة النبي. وإن شاء الله إن شاء الله، أنا عارف إن الأردن هتجيبني ضيف عندها، أنا متأكد. شكرا ليكم وتحياتي ليكم. أبو الليف مطرب مصري وعامل حاجات حلوة وهتعجبكم إن شاء الله. شكرا.